بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف قسم التشريح والأجنة كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق أن يقدم مادة علمية لشرح السكال كومباراتيف لطلاب الفرقة الثانية. هنبدأ الأول بمقدمة على بيانات سريعة لعظم الهورس، ثم نخش بعد كده على السكال كومباراتيف. هنقسم البونز اوف ذا سكال الى بونز اوف ذا كرينيوم اند بونز اوف ذا فيس اند بالات. نبدا بالبونز اوف ذا كرينيوم، بنقسمه الى سنجل بون وبيرد بون. سنجل بون عندي ثلاث عظمات، اوكسيبيتال بون، وعندي الاسفينويد بون، وعندي من الداخل الاسمويد بون، ثم عندي البيرد بون. نبدا بالاوكسيبيتال بون. البيانات كالاتي اللي موجوده عليها: اول حاجه فورامين ماجنم، اوكسيبيتال كوندايل، اوكسيبيتال كوندايل، كوندويلويد فصة، كوندويلويد فصة، هايبو جلوسال فوريمن، هايبو جلوسال فوريمن، جوجلر بروسيس او بارا ماستويد بروسيس. ده بالنسبة لللاترال بارت اوف اوكسيبيتال بون. بعد كده عندي السكويموس بارت اوف اوكسيبيتال بون، عندي نقل كريست، نقل كريست واكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، وعندي من الداخل انترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس بتبقى ظاهره في الساجيتال سيكشن. ثم عندي البازلر بارت اوف اوكسيبيتال بون، عندي التو بازلر تيوبركل. كده خلصنا الاوكسيبيتال بون كبيانات. نخش على عظمه الاسفينويد بون، عباره عن بودي وتو وينجز، وينج اهو وينج تحت. ده البودي، ده البودي، ده دول كده التو بازلر تيوبركل اوف اوكسيبيتال، وادي البودي وينج. دول بسميهم التيمبرال وينج، ومن تحت في عندي الاوربيتال وينج. التيمبرال وينج بلاقي في عندي فصه بسميها انفرا تيمبرال فصه، انفرا تيمبرال فصه، وفي عندي هنا كمال بسميه الر كمال، الر كمال. البوستيريور اوبننج بتاعته تسمى الر فوريمن، وهنشوف الانتيريور اوبننج بعد كده. نخش على الاوربيتال وينج، في عندي مجموعه فورامينا بسميها ريترو اوربيتال جروب او كودا الاوربيتال جروب اوف فورامينا. بنرتبها من فوق الى تحت. اول حاجه اسمويد فوريمن، اسمويد فوريمن، اوبتيك اوربت، والروتاندم اهو، وده اللي بيعتبر الانتيريور اوبننج اوف ذا الار كانال. اسمويد، اوبتيك، اوربت، روتاندم. ده بالنسبه للاسفنويد بون. الاسمويد بون اهي عظمه، اهي دي الاسمويد بون، عباره عن تو لاترال ماس بينها حاجز. هذا الحاجز يسمى البيربنديكولار بليت اوف اسمويدال بون، ومن ناحيه الكرينيال كافيتي لو شاول عليه من في الساجيتال سيكشن يسمى اسمويدال كريست. كده بالنسبه للسنجل بون اوف ذا كرينيال. بالنسبه للبيرد بون، البرايتال بون، برايتال بون، وبين عندي هنا العظمتين دول انتر برايتال بون، ودول اكسترنال برايتال كريست. العظمه الثالثه عندي الفرونتال بون، الفرونتال بون، عندي اكسترنال فرونتال كريست، وعندي اثنين سوبرا اوربيتال فوريمن، وعندي سوبرا اوربيتال بروسيس. ميديال تو سوبرا اوربيتال بروسيس في عندي فصه فور لاكريمال جلاند او فصه لاكريمي جلانديولاريس. العظمه الاخيره في البيرد بون اللي هي التيمبورال بون، والتيمبورال بون بنقسمها الى جزئين، جزء سكويموس بارت وجزء بيتروس بارت. السكويموس بارت البيانات كالاتي: واحد تيمبرال كوندايل، جيلينويد كافيتي، بوست جيلينويد بروسيس، وبوست جيلينويد فوريمن. ده بالنسبه للسكويموس تيمبرال بون. البيتروس تيمبرال بون كالاتي: واحد اكسترنال اكواستيك بروسيس، اكسترنال اكواستيك مايتس، ولو شاور من جوه في الساجيتال في انترنال اكواستيك مايتس. عندي ده ماستويد بروسيس، وعندي هنا ماستويد فوريمن، بعد كده في عندي ستايلويد بروسيس او هايويد بروسيس، وعندي ستايلو ماستويد فوريمن، ثم بولا تمبانيكا وماسكولار بروسيس، ولاترال الماسكولار بروسيس في فيشر بسميه بيترو تمبانيك فيشر. عندي هنا فوريمن لاسرم ينقسم لجزئين، اللي يهمني الجزء الخلفي بتاعه يسمى جوجلر فوريمن او فوريمن لاسرم كوداليس. كده خلصنا العظم بونز اوف ذا كرينيوم سنجل وبيرد. نخش على بونز اوف ذا فيس اند بالات، اللي يهمنا البيرد بون. البيرد بون اول حاجه في عندي عظمه المجزله، مجزله بون،
البيانات اللي موجودة على المجزلة، في عندي الانفرا اوربيتال فوريمن، احنا قلنا هنا في عندي السوبرا، هنا عندي الانفرا اوربيتال فوريمن، تحت البوردر اللي تحت بنلاقي بيانات، بنلاقي في عندي في الفيولاس فور بري مولر اند مولر تيس ابر ابر بري مولر، ما بين كل الفيولاس والتانية في عندي سبتة، السبتة بسميها انتر الفيولار سبتة، ورا اخر مولر تيس في عندي تيوبرستي بسميه الفيلار تيوبرستي، يلي في عندي تيوبرستي اخر بسميه ماكزيلاري تيوبرستي، ميديال تو ماكزيلاري تيوبرستي، في عندي ريسيس كولد ماكزيلاري ريسيس، في ثلاثه فورامينا نشوفهم بالترتيب. اول واحد اهو ده بسميه ماكزيلاري فوريمن، وده يعتبر البوستيرير اوبننج للانفرا اوربيتال كانال. يبقى الانفرا اوربيتال كانال عباره لها انتيرير اوبننج ولها بوستيرير اوبننج. الانتيرير اوبننج الانفرا اوربيتال فوريمن، والبوستيرير اوبننج الماكزيلاري فوريمن. بعد كده في عندي السفينوبلاتاين فوريمن بيفتح على النيزل كافيتي، وبعد كده الفوريمن اللي بعديه اهو بسميه بوستيريور بلاتاين فوريمن، وندخل الانبوبه اهو هل بيطلع في الانتيريور بلاتاين فوريمن، يبقى عدى في البلاتاين كمان. بعد كده في عندي تو بلاتاين بروسيس اوف ماكزيلا بون، وبينهم في ميديام بلاتاين فيشر. ثم بعد كده في عندي في الساجيتال سيكشن عندي بيانين، واحد اسمه فنترال فنترال تربينيت كريست اوف ماكزيلا، وعندي لاكريمال جروف. نخش على عظمه البري ماكزيلا، في عندي بودي وعندي تو بروسيسز. البودي بنلاقي فيه الالفيولاي فور ابر انسايسور، وعندي الانسايسيف كمال بيعدي فيه البلات وليبيا الارتري. التو بروسيسز اللي يهمني عندي التو بلاتاين بروسيس اوف ذا بري ماكزيلا، يبقى تو بلاتاين بروسيس اوف بري ماكزيلا بيتحدوا مع تو بلاتاين بروسيس اوف ماكزيلا. على جانبي البلاتاين بروسيس في عندي البلاتاين فيشر، عندي البلاتاين فيشر عند اتحاد العظمتين بفي عندي هنا الالفيولاي فور كاناين تيس. نخش على العظمه الثالثه اللي هي النيزل بون، وعندي هنا في النيزل بون ما بينها وما بين البري ماكزيلا في عندي النيزو ماكزيلاري سوتشر، نيزو ماكزيلاري نوتش، سوري نيزو ماكزيلاري نوتش. من الساجيتال سيكشن بنلاقي في عندي هنا الدورسال تربينيت كريست اوف نيزل بون، دورسال تربينيت كريست اوف نيزل بون. بعد كده في عندي البلاتاين بون، عندي هوريزونتال بارت اوف بلاتاين بون، وده مهم لان في كومباريتيف ما بينه ما بين اذر سبيشيز، وعندي هنا البيربنديكولار بليت اوف بلاتاين بون، وعندي دول التو تريجويد بروسيس، وعندي التو هاملاس تريجويدس. بعد كده نخش على عظمه اللاكريمال، ادي اللاكريمال عليها اللاكريمال تيوبيركل، والاوربيتال سيرفيس اوف ذا لاكريمال بون بفي هنا فصه فور لاكريمال ساك. بعد كده في عندي هنا زيجوماتيك بروسيس اوف ذا ماكزيلا بون، وده بسميه فيشال كريست. عندي هنا عظمه المالر لها زيجوماتيك بروسيس اوف ذا مالر بون، وعندي هنا في التيمبرال زيجوماتيك بروسيس اوف ذا تيمبرال بون. نخش بقى على المانديبول. المانديبول البيانات اللي فيه ادي البودي اوف ذا مانديبول مانديبولار سيمفيسز، عندي هنا هوريزونتال راماي وفيرتيكال راماي، عندي المنتال فوريمن، ولو مشينا في مسار المنتال فوريمن جوه العظمه بنلاقيه بيفتح من الداخل بي مانديبولار فوريمن، يبقى ده المانديبولار كمان. عندي هنا فصه، فصه دي فور ماسل ماسيتر بسميها ماسيتريك فصه، وعندي هنا فصه فور تريجويد ماسل بسميها تريجويدس فصه، عندي هنا المانديبولار كوندايل، عندي المانديبولار نوتش، عندي الكورونويد بروسيس، وعندي طبعا هنا السكس الفيولاي فور لوور بري مولر اند مولر تيس، وما بين الالفيولاي في عندي الانتر الفيولار سبتا، وعندي ما بين الالفيولاي فور لوور انسايسور واللوور بري مولر عندي هنا سبيس اسمها انتر دنتال سبيس، زي اللي موجوده فوق برضو الانتر دنتال سبيس في السكال. كده خلصنا كمعلومات عامه جنرال في الهورس. نخش على السبيش اللي بعديه وهو الاوكس. في حاله الاوكس تميز بوجود تو كورنوال بروسيسز، دول التو كورنوال بروسيسز اللي بيركب عليهم التو هورنز، التو هورنز. طيب وجوه الكورنوال بروسيس بنلاقي فيه عندي اكستنشن اوف فرونتال ساينس،
نبص كده على السكال بتاعت الاوكس دي، ده كده الفرونتال ساينس اهو. لو دققنا قوي هنلاقي جوه الكورن والبروسيس في عندي اكستنشن من الايه، من الفرونتال ساينس جوه التو كورن والبروسيس. طيب ما بين التو كورن والبروسيس بلاقي هنا instead of نقل كريست عندي ما يسمى باكسترنال فرونتال ايمينانس، external frontal eminence، وفي منتصفه intercorneal tubercle. intercorneal tubercle نبص على عظمه الاوكسيبيتال بون. نبدا كده بالاوكسيبيتال بون. عندي فوريمن ماجنم، عندي اوكسيبيتال كوندويل، كوندويلويد فوسا، جوجلر بروسيس او بارامستويد بروسيس بيبقى كبار وبنتد ميديالي. بنلاقي هنا عندي تو فوريمن، نركز في الحته دي في حاله الاوكس. تو فوريمن دورسال 1 وفنترال 1. ذا فنترال 1 از هايبوجلوسال فوريمن، الفنترال 1 هو الهايبوجلوسال فوريمن. طيب ونبص هنا نلاقي التو بازلر تيوبركل بتبقى اكبر حيوان فيه تو بازلر تيوبركل وبنتد لاترالي. نخش على عظمه البرايتال بون. ادي عظمتين البرايتال بون اهم، دول البرايتال بون اهم، وعندي هنا الاكسترنال اوكسيبيتال كريست، وبنلاقي هنا في عندي الاكسترنال برايتال كريست بيمتد حتى مستوى الاكسترنال اكواستيك بروسيس. يبقى ده الخط ده كده، البوردر ده والبوردر ده الاكسترنال برايتال كريست. طيب نخش على عظمه الاسفينويد بون. انا اللي يهمني في الاسفينويد بون هو ما يسمى بالاوربيتال وينج اللي فيه مجموعه الريترو اوربيتال جروب اوف فورامينا، واللي كان عددهم اربعه في حاله الهورس. هنا الوضع مختلف، نلاقي في حاله الاوكس حصل فيوجن ما بين الاوربيتال والروتاندم وعمل ما يسمى بالاوربيتو روتاندم. تعال نشوف مع بعض كده. ادي اول واحد، ده الاسمويد فوريمن، ده كده الاسمويد فوريمن. رقم اتنين الاوبتيك فوريمن، رقم تلاتة اللي هو الكبير ده، ده اسمه اوربيتو روتاندم، يبقى في عندي اسمويد وعندي اوبتيك وعندي اتحاد الاوربيتال مع الروتاندم اوربيتو روتاندم. بنبص هنا نلاقي الفوريم اللاسرم بيبقى صغير جدا، وبنلاقي مكانه في فوريم كبير اسمه فوريم اوفال، فوريم تمبرال كوندويل، جيلينويد كافيتي، بوست جيلينويد بروسيس، بوست جيلينويد فوريمن. تعال نبص بقى على البتروس تمبرال بون. نلاقي عندي اول حاجه اكسترنال اكواستيك بروسيس، external aquastic myitis، mastoid process، كل ده المستويد بروسيس لان هو بجوار البارامستويد. فين بقى المستويد فوريمن؟ بنلاقي في حاله الاوكس ان المستويد فوريمن موجوده at the junction between الاوكسيبيتال بون اند تمبرال بون، يبقى ده المستويد فوريمن. طب فين الستايلويد او الهايويد؟ اهو ده الستايلويد او الهايويد بروسيس. وبنلاقي عندي فوريمن موجود ما بين المستويد والستايلويد، بنسميه ستايلو مستويد فوريمن. وبنلاقي عندي التو بولا تمبانيكا اهم كبار، والتو ماسكولار بروسيس اكبر ماسكولار بروسيس بيبقى اطول واحد في حاله الاوكس. طيب كده خلصنا التمبرال بون، نخش على الفرونتال بون. بنلاقي الفرونتال بون كبيره وبتشمل حوالي تاخد نص مساحه الوجه، وبنلاقي عليها السوبرا اوربيتال فوريمن بيبقى دبل، وتحتيه السوبرا اوربيتال جروف، دول التو سوبرا اوربيتال فوريمن. تمام نخش بقى على عظم الوجه. بنبص على عظمه المجزلة نلاقي برضو في عندي الانفرا اوربيتال فوريمن بيبقى دبل، الانفرا اوربيتال فوريمن دبل. وبنلاقي هنا عند عظمه البريماكزيلا، نبص هنا كده عند عظمه البريماكزيلا اهو، بنلاقي ابسنس اوف ذا الفيولاي فور ابر انسايسور ريبريزنتد باي بريزنس ما يسمى بالدنتال باد، دنتال باد. تاني معلومه مهمه ان لا يوجد زيجوماتيك بروسيس او فيشيال كريست في حاله الاوكس ريبريزنتد باي فيشيال تيوبروستي، ريبريزنتد باي ايه؟ فيشيال تيوبروستي. وعندي هنا ادي البلاتاين بروسيس اوف ذا ماكزيلا، ومفروض هنا كده التو بلاتاين بروسيس اوف ذا بريماكزيلا، ادي التو بلاتاين بروسيس اوف ذا بريماكزيلا متحدين مع التو بلاتاين بروسيس اوف ماكزيلا.
نبص هنا نلاقي في حالة الأوكس لا يوجد عندي ألفلر تيوبروستي، مفيش عندي ألفلر تيوبروستي ولا في عندي ماكزيلاري تيوبروستي. طب من ضمن العظم اللي مكون للهارد بلت بنبص نلاقي ان الهوريزونتال بارت اوف ذا بلاتاين بون بيبقى كبير اكبر من الحصان. في حاله الحصان نبص مع بعض كده، الهوريزونتال بارت اوف بلاتاين بون في الحصان شوف ريم صغيره حافه صغيره، امال هنا في حاله الاوكس بتبقى كبيره وبتشمل مساحه ربع الهارد بلت، بتشمل ربع الهارد بلت. عليه موجود التو انتيريور بلاتاين فوريمن، التو انتيريور بلاتاين فريم. في عندي هنا التو زيجوماتيك بروسيس اهم كبار جدا، ونبص هنا نلاقي الزيجوماتيك بروسيس اوف ذي مالر بون ديفايدد انتو تو بروسيسز، وان بروسيس يونايتد وذ ذا سوبرا اوربيتال بروسيس اوف ذا فرونتال كولد ذا فرونتال بروسيس، اند ذا اذر يونايتد وذ ذا زيجوماتيك بروسيس اوف تيمبورال بون كولد تيمبورال بروسيس. يبقى temporal process overlapped by zygomatic process of the temporal bone. ده كده بالنسبة لل skull of the ox. نبص على the mandible of the ox. the mandible of the ox. بنلاقي هنا عندي نفس البيانات اللي احنا قلناها في الهورس، بس بنفرق ما بين الماندبل اوف ذا اوكس والماندبل اوف ذا هورس. بنلاقي ان المانديبولار فوريمن في حاله الاوكس بيبقى ات ذا ميدل اوف ذا فيرتيكال راماي، وايل ذا مانديبولار فوريمن ان كيس اوف هورس بيبقى شيفتد تو ذا كرينيال بوردر. وبنلاقي تحت المانديبولار فوريمن في عندي جروف فور لينجوال نيرف. على العكس لما نقلب هنا كده نبص على المنتال فوريمن، في حاله الهورس بنلاقيه في الميدل اوف ذا انتر دنتال سبيس، اما في حاله الاوكس بيبقى شيفتد كرينيالي، شيفتد كرينيالي تو ذا انتر دنتال سبيس. دي اهم البيانات، ونفس البيانات هي عندي هنا المساتريك فصة والتريجويد فصة، مانديبولار كوندايل، مانديبولار نوتش، كرومويد بروسيس، نفس البيانات اللي قلناها في حاله الهورس. نخش على السكال اوف شيب. السكال اوف شيب نفس السكال اوف ذا اوكس، نفس البيانات او نفس الارنجمنت اوف ذا بون. نلاحظ عندي السكال اوف شيب وجود تو كورنوال بروسيس. نبص هنا نلاقي ان المعلومه اللي احنا ذكرناها في الاوكس ان البراتايم بروسيس بدل ما هي في حاله الحصان بتكون الروف اوف ذا كرينيال كافيتي، نلاقيها هنا في حاله الشيب بتكون الرير سيرفيس او اوف ذا كرينيال كافيتي. نفس الكلام اللي قلناه في حاله الاوكس ان الفرونتال بون هي اللي بتشمل نص مساحه الوجه وبتكون هي الروف اوف ذا كرينيال كافيتي. نبص كده على البيانات سريعا، ادي الاوكسيبيتال بون بنلاقي في عندي فوريمن ماجنم، اوكسيبيتال كوندايل، عندي جوجلر بروسيس او بارامستويد بروسيس، عندي الهايبوجلوسال فوريمن، عندي التو بازلر تيوبركل ما بيبقوش واضحين زي في حاله الاوكس، دول التو برايتال بون اهم، ادي التو برايتال بون، وبنلاقي في النص الاكسترنال اوكسيبيتال كريست، وعلى الجنبين عندي الاكسترنال برايتال كريست بيمتدوا لحد مستوى الاكسترنال اوكسيبيتال برو تيوبرانس. نخش على العظمه المهمه التيمبرال بون. نخش على السكويمس تيمبرال بون، عندي تيمبرال كوندايل بيبقى الجلينويد كافيتي شالور عن الهورس والاوكس، وعندي البوست جلينويد بروسيس، وتحت هنا البوست جلينويد فوريمن. نخش على البتروس تيمبرال بون، عندي هنا الاكسترنال اكواستيك بروسيس، اكسترنال اكواستيك مايتاس، وادي كل ده الماستويد بروسيس، وعندي هنا الماستويد فوريمن ات ذا جانكشن اوف اوكسيبيتال مع التيمبرال بون. ونخش نكمل في الاسكال الاخرى ممكن تبقى اوضح، البتروس تيمبرال بون، نلاقي هنا في عندي الستايلويد بروسيس، وعندي هنا الفوريمن اهو اللي هو الستايلو ماستويد فوريمن، وادي البوله تمبانيكا، وادي الماسكولار بروسيس. نبص برضو نلاقي هنا في عندي الفوريمن اوفال، الفوريمن اوفال، وادي التو تريجويد بروسيس، التريجويد بروسيس اوف ذا اوف ذا سكال. طيب نبص هنا نلاقي برضو الفورامينا اوف ذا ريترو اوربيتال جروب، مهمه جدا، ادي الاثمويد فوريمن، ادي الاوبتيك فوريمن، وادي الفوريمن الكبير اللي نتج من اتحاد الاوربيتال مع الروتاندم اسمه الاوربيتو روتاندم، اوربيتو روتاندم. برضه هنا في عندي
الفيشيال تيوبروستي، بنلاقي عندي هنا ادي السوبرا اوربيتال بروسيس وادي الانفرا اوربيتال بروسيس، عندي هنا السوبرا اوربيتال جروف، وبنلاقي هنا موجود على اللاكريمال بون اتحادها مع المالر بون وجود فصه بسميها اكسترنال لاكريمال فصه بيبات فيها كالديساك او بيبات فيها اللاكريمال كالديساك او اللاكريمال جلاند. نبص على المالر بون، بنلاقي ان المالر بون بيطلع منها زيجوماتيك بروسيس اوف ذا مالر بون بيتحد مع الزيجوماتيك بروسيس اوف ذا تيمبورال بون. طيب نبص على المنظر الجميل ده للكروس سيكشن اللي اتقطع عند مستوى الاثمويدال بون، وده احسن منظر نشوف ليه التيبيكال ستراكشر اوف اثمويدال بون. ادي التو لاترال ماس وادي عندي البيربنديكولار بليت اوف ذا اثمويدال بون من ناحيه النيزال كافيتي كرينيالي ومن ناحيه الكودال او من ناحيه الكرينيال كافيتي بسميه اثمويدال كريست، وده البيربنديكولار بليت يعتبر البوني بارت اوف ذا نيزال سيبتم. نبص على المانديبول اوف ذا شيب، تيبيكال زي المانديبول في حاله الاوكس، عندي المانديبولار فوريمن بيكون في منتصف الفيرتيكال راماي، تحتيه عندي جروف فور لينجوال نيرف. نبص للمنتال فوريمن نلاقيه متقدم كرينيالي في مساحه الانتر دنتال سبيس. كده خلصنا الشيب. نخش على السكال اوف ذا كامل. عندي في السكال اوف ذا كامل بيميز السكال، اول حاجه النقل كريست بيبقى فيري ثيك اند ارشد، فيري ثيك اند ارشد. الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس بتبقى فيري لارج، فيري لارج. نفس الوضع هنا بتاع العظم البونز اوف ذا كرينيوم اند بونز اوف ذا فيس، تيبيكال زي الحصان مفيش اختلاف زي الاوكس. نخش كده على عظمه الاوكسيبيتال بون، عندي الفوريمن ماجنم، التو اوكسيبيتال كوندايل، كوندويلويد فصه، وعندي الاثنين دول التو جوجلر بروسيس او البارا ماستويد بروسيس. نخش على عظمه السفينويد بون، طبعا هنا التو بازلر تيوبركل بيبقى صغيرين او ممكن رودومنتري. نخش على التيمبورال بون اللي يهمني عندي طبعا اهو الثلاثه فورامينا زي ما قلنا في حاله الاوكس، لان هنا عندي اتحاد ما بين الاوربيتال والروتاندم، ادي الاسمويد اهو واضح، الاوبتيك واضح، وعندي الاوربيتو روتاندم اتحاد الاوربيتال اند روتاندم، وعندي برضو ما يسمى بالاوفال فوريمن. الاوفال فوريمن هنا عندي الفوريمن الاسرم كبير شويه عن الاوبس، ولكن عندي برضو التو اوفال فوريمن. تعال نخش على التيمبرال بون، سكويماس تيمبرال بون، عندي التيمبرال كوندايل، جلينويد كافيتي، بوست جلينويد بروسيس، بوست جلينويد بروسيس، بوست جلينويد فوريمن، جميل. البتروس تيمبرال بون، اكسترنال اكواستيك بروسيس، اكسترنال اكواستيك مايتاس، ماستويد بروسيس، ادي الماستويد بروسيس، وادي الماستويد فوريمن بنفس الوضع ما بين اتحاد الاوكسيبيتال والتيمبرال بون، ثم عندي الستايلويد بروسيس او هيويد بروسيس، وعندي ستايلو ماستويد فوريمن، وعندي الكبير ده عباره عن التو بوله تيمبانيكا. تو بولا تمبانيكا، بص هنا اوضح، جميلة قوي هنا اهي، دول التو بولا تمبانيكا، وادي الستايرويد بروسيس او هيبروس بريزنت ان في ديب كافيتي، وادي التو ماسكولار بروسيس اوف ذا بيتروس تمبورال بون. نخش على التو برايتال بون، ادي تو البرايتال بون اهم، بنلاقي الاكسترنال برايتال كريست بيبقى فين اند اليفيتد، من قدام بنلاقي عظمه الفرنتال بون لها اكسترنال فرنتال كريست، وادي عظمه الفرنتال بون كلها. بنلاحظ ايه بقى في عظمه الفرنتال بون؟ بنلاحظ ان هي فيها سنترالي ديبريشن، اد في سنترال ديبريشن بريزنت تو سوبرا اوربيتال فوريمن، تو سوبرا اوربيتال فوريمن. الوضع الطبيعي اللي شفناه في كل من الهورس والاوكس ان هو بيبقى فوق السوبرا اوربيتال بروسيس، ولكن هذا لا يوجد في حاله الكامل. في حاله الكامل في سنترال ديبريشن موجود في عظمه الفرنتال بون، هي دي اللي بيبقى فيها التو فرنتال تو سوبرا اوربيتال فوريمن. وبنلاقي هنا التو سوبرا اوربيتال بروسيس از نوتشد نوتشد، تمام، وهنا هنلاقي الانفرا اوربيتال فوريمن. طيب نبص بقى هنا على عظمه الماكزيلا، عظمه الماكزيلا بنلاقي هنا الماكزيلا من تحت عندي التو بالاتاين بروسيس اوف ماكزيلا،
وعندي التوبلا تايم بروسيس اوف بريماكزيلا من قدام، وعندي هنا ورا الهوريزونتال بارت اوف ذا بالاتاين بون، وادي عندي التو تريجويد بروسيس. ونبص هنا المنظر الجميل للتو هاملاس تريجويدس اهم، الاثنين راكبين على التو تريجويد بروسيس. نبص هنا على عظمه الفومر بون اللي احنا ما شفناهاش في السكال اوف ذا هورس، اهي عظمه الفومر بون اهي كامله ومقسمه النيزل كافيتي ومقسمه البوستيريور نارز، لان هي فيها سالكس فيمورز بيبات في النيزل سبتم. نخش على الماندبل، الماندبل اوف ذا كامل. بيتميز الماندبل اوف ذا كامل بوجود حاجه مهمه جدا. اول حاجه ان وجود ما يسمى بالانجولار بروسيس، يعني انا كمقارنه ما بين الثلاثه الماندبل الكبار الكامل والهورس والاوكس، بنعمل اكسكلود للماندبل اوف ذا كامل ونسبه 100% بوجود الانجولار بروسيس، وده لا يوجد في كل من الهورس وكل من الاوكس. وبنلاقي الماندبل نفسها بتبقى تقيله، وبنلاقي كمان معلومه قوي مهمه، بنلاقي ان المنتال فوريمن بدل ما كان هنا تحت الانتر دنتال سبيس بنلاقيه بيرجع ورا، يبقى تحت حوالي الثانيه او الثالثه لور بري مولر. ونفس البيانات في الماندبل هي هي في كل من الكامل. نخش على السكال اوف ذا دوج. السكال اوف ذا دوج البيانات مهمه شويه لان فيها بعض اختلافات. السكال اوف ذا دوج اول حاجه ابسنس اوف ذا نقل كريست، ابسنس اوف ذا نقل كريست ريبريزنتد باي two dorsal knuckle lines. Two dorsal knuckle lines. The dorsal knuckle lines extended from the external occipital protuberance till reach the external acoustic process. يبقى لا يوجد knuckle crest. تاني معلومة، وجود external occipital crest which extends from the external acoustic external occipital protuberance till the foramen magnum. يبقى اول بيان وجود الدورسال نقل لاين، تاني حاجه الاكسترنال اوكسيبيتال كريست، فوريمن ماجنم، اوكسيبيتال كوندويل، جوجلر بروسيس او باراماستويد بروسيس. نبص على الهايبوجلوسال فوريمن. ذا هايبوجلوسال فوريمن از فيري سمول كلوزلي ريليتد تو فوريمن لاسرم. يبقى الوضع هنا متغير خالص. الهايبوجلوسال فوريمن كانت موجوده في كل الحيوانات فين؟ في الكوندويلات فوصة، لا هنا بقت كلوزلي ريليتد تو ذا فوريمن لاسرم، يبقى الاثنين دول الفوريمن لاسرم. تاني معلومه عاوزين نقولها، نقول ان التمبرال بون، التمبرال بون في حاله الدوج اول حاجه وجود التمبرال كوندويل. تاني معلومه ابسنس اوف جلينويد كافيتي، مفيش في الدوج جلينويد كافيتي. يلي بوست جلينويد بروسيس يلي البوست جلينويد فوريمن. يبقى كده دي السكويماس تمبرال بون. طب البتروس تمبرال بون، اول حاجه اكسترنال اكواستيك بروسيس، اكسترنال اكواستيك مانيتس، ادي الماستويد بروسيس وادي الماستويد فوريمن. طب فين الستايلويد وفين الماسكولار بروسيس؟ في حاله الدوج الستايلويد او الهايويد بروسيس او اند ماسكولار بروسيس ار رودومنتري مختزلين. طيب هل في الستايلو ماستويد فوريمن؟ اه موجود اهو، يبقى ده الماستويد فوريمن وده الستايلو ماستويد فوريمن. احنا بنقول ان هما رودومنتري مش ابسنت، فموجود الستايلو ماستويد فوريمن طبيعي جدا. والبوله تمبانيكا كبيره ولارج، والماسكولار بروسيس قلنا مختزل مش ظاهر. ادي التو بازلر تيوبركل. طيب دي الاسفينويد بون، بنلاقي هنا ايه بقى؟ تعال نبص في الاسفينويد بون، الجزء ده مهم جدا اللي هو الاوربيتال وينج. اول معلومه ان مجموعه الريترو اوربيتال جروب اوف فرامينا، اول حاجه الاسمويد فوريمن از دبل، ادي اول معلومه الاسمويد فوريمن دبل، يليه الاوبتيك فوريمن، يليه الاوربيتال فوريمن، يليه الروتاندم فوريمن. يبقى نفس الترتيب زي الهورس، مفيش اي اتحاد ما بين الفرامينا، ولكن الاسمويد فوريمن ماله؟ دبل.
طيب دي كده الروتاندم. يبقى اذا المسار ده كده ده الالر كانال. يبقى الالر كانال ده له الر فوريمن وله روتاندم فوريمن. ثم عندي هنا الاوفال فوريمن، الفوريمن اوفال. طب الاثنين دول دول التو تريجويد بروسيس، تو تريجويد بروسيس موجودين. طيب دول ايه؟ دول التو بالاتاين بروسيس اوف ماكسيلا، ودول التو بالاتاين بروسيس اوف بري ماكسيلا. ولا على الجنبين في عندي بالاتاين فيشر بيبقى شكلهم اوفال ان شيب. طب نبص هنا نلاقي ان الهوريزونتال بارت اوف ذا بالاتاين بون بتمثل لي حوالي تلت مساحه الهارد بلد، تلت مساحه الهارد بلد. نبص هنا نلاقي ادي العظمتين البرايتال بون، وادي الاكسال برايتال كريست، وادي الانتر برايتال بون واضحه اهي، وعندي هنا الفرونتال بون، وادي الاكسترنال فرونتال بون، ونلاقي هنا عندي ابسنس اوف ذا سوبرا اوربيتال بروسيس، ابسنس اوف ذا سوبرا اوربيتال فوريمن، ابسنس اوف سوبرا اوربيتال فوريمن ريبريزنتد باي تو ديبريشن. نبص تحت نلاقي التو انفرا اوربيتال فوريمن. تاني حاجة برضو مهمة ان في الدوج لا يوجد نيزو ماكسيلاري نوتش، مفيش نيزو ماكسيلاري نوتش في حالة الدوج. نبص هنا نلاقي دي المالر او الزيجماتيك بون، نلاقي لها بروسيس اهو اسمه فرونتال بروسيس بيتحد مع الزيجماتيك بروسيس اوف ذا تيمبورال بون، وبنلاقي هنا الاوربت ليس كاملا بيتكمل بالاوربيتال ليجامنت. نبص على المانديبول في حاله الدوج بيتميز بحاجتين مهمين جدا. اول حاجه وجود انجولار بروسيس تحت المانديبولار كوندويل زي الكامل، يبقى الانجولار بروسيس لا يوجد الا في حاله الدوج والكامل. تاني حاجه وجود ديب ماسيترك فوصة، لان الماسيتر مصل هنا في حاله الدوج كبيره، في عندي ديب ماسيترك فوصة، وعندي هنا ادي المنتال فوريمن، وعندي هنا المانديبولار فوريمن وال تريجويدس فصة. يبقى البيانات واحدة الا ان انا اميزها بالديب مسدر الفصة ووجود الانجولار بروسيس. شكرا.